اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعرف كيفيه تحويل ملف وورد الى برنامج اكسل، ومن ثم ممكن اجراء العمليات الحسابيه على الملف. لتحويل الملف يجب حفظه بصيغه ويب بيج من خلال ملف حفظ باسم، ومن ثم نختار الاسم المناسب، وضروري نختار الصيغه المناسبه اللي هي ويب بيج فلترد، من ثم حفظ. نعم، نغلق الملف، نفتح برنامج اكسل جديد. بعد ما فتحنا برنامج اكسل نجي الى فتح مصنفات اخرى، ومن ثم استعراض، ثم نختار الملف اللي حفظناه قبل قليل، ومن ثم فتح. اذا لاحظ ان الملف راح يتم فتحه ببرنامج اكسل بكل سهولة. طبعا بامكاننا نحوله الى اتجاه عربي من خلال تخطيط الصفحة وورقة من اليمين الى اليسار. ايضا بامكاننا انه نعمل العمليات الحسابية من خلال الدالة صم وجميع الدوال الاخرى. مثل ما نلاحظ امامنا كل العمليات الحسابية تم عملها بنجاح.